أهلا وسهلا بكم طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، مع يوم جديد من المراجعة على مادة الرياضيات. امبارح كنا أخذنا المراجعة في النموذج الأولاني في كتاب التدريبات بتاع المواصل بتاع الامتحانات، الجزء الخاص بالامتحانات كان صفحة 31. حلينا لحد المسألة رقم 11، هنكمل النموذج الأولاني صفحة 32 برضو من نفس الكتاب المعاصر، الجزء الخاص بالامتحانات. المسألة رقم 12 بتقول للدالة س امتى تكون تزايدية؟ لو أنا عندي دلوقتي الألف هتطلع بإيه؟ بأكبر من صفر ولا الاختيار التاني؟ أكبر من واحد ولا الاختيار التالت هو ألف بيساوي واحد، ولا الاختيار الرابع اللي هو ألف أكبر من صفر وأقل من الواحد؟ بصوا كده هنا يا شباب، لما تكون الدالة دي لما تكون هي تزايدية يعني معناها إن الألف يكون أكبر من الواحد، يبقى الاختيار رقم ب. المسألة رقم 13، إذا كان س 5 زائد 2 جذر 6 فإن لوغاريتم س زائد 1 على س بيساوي كام؟ سهلة جدا، إحنا هنشيل س هنحط مكانها إيه؟ هنحط مكانها 5 زائد 2 جذر 6، تمام. أقول أهو لوغاريتم س اللي هو 5 زائد 2 جذر 6 زائد إيه؟ 1 على 5 زائد 2 جذر 6، تمام كده. لو إحنا حسبناها بالآلة عشان ما تتعبش دماغك، لو إحنا حسبناها بالآلة 5 زائد 2 جذر 6 زائد 1 على 5 زائد 2 جذر 6 هيديني 10. طب احنا عارفين اللوغاريتم 10، اللوغاريتم 10 بيساوي ايه؟ بيساوي 1، يبقى الاختيار رقم ا. المسألة اللي وراها بيقول انا عندي مثلث متساوي الاضلاع اسمه ا ب ج، طول ضلعه ب 5 جذر 3، يعني هو كله 5 جذر 3، تمام؟ يعني كل ضلع فيهم 5 جذر 3. طب كلمة متساوي أضلاع بستفيد منه إيه؟ بستفيد منه إن كل زاوية عندي بكام درجة؟ ب60 درجة. فإن طول قطر الدائرة المار برؤوس المثلث يساوي إيه؟ سهلة جدا، إحنا عارفين إن كلمة 2 ناق اللي هو القطر بيساوي أي ضلع من أضلاع المثلث وليكن أ شرطة على جا أ، أو ب شرط على جا ب، أو ج شرط على جا ج، مفيش مشكلة. يبقى 2 ناق اللي هو القطر بيساوي، ده كان قانون، ده كان قانون احنا كنا اخدينه قبل كده، اللي هو ال 2 ناق بيساوي أ شرط على جا أ بيساوي ب شرط على جا ب بيساوي ج شرط على جا ج. طبعا أنا مش محتاج كل الكلام ده، أنا مش محتاج كل ده خالص، أنا اللي محتاجه هو ضلع واحد بس، فاللي بيمشي على ضلع واحد بيمشي على كل الاضلاع عشان المثلث ده بيساوي الصفين، سوري متساوي الاضلاع. ألف شرط عندي بكام؟ قال لك أي طول ضلع هو بخمسة جذر ثلاثة، تمام. على جا ألف، كلمة جا ألف يعني جا 60، جا 60 ليه؟ عشان المثلث ده متساوي الاضلاع، يبقى منها إن الاتنين ناق بيساوي خمسة جذر 3 على الجا 60. طب الجا 60 بكام؟ بجذر 3 على ال 2. لو احنا عملناها بالآله 5 جذر 3 على جذر 3 على ال 2 هيديني كام؟ هيديني 10 سم. المسألة اللي وراها رقم 15 بيقول اللوغاريتم ده كله، قيمة اللوغاريتمات دي كلها تطلع بكام؟ سهلة جدا، كل اللي أنا عايزه منك اللي أنت دلوقتي هتشتغل على أنهي خاصية؟ هتشتغل على الخاصية، هنشتغل تغيير الأساسات. يعني إيه تغيير الأساسات؟ الخاصية بتاعت اللوغاريتمات، أنا ممكن أقول لوغاريتم 49 على لوغاريتم 5 في، أغير الأساس اللي وراه، ها لوغاريتم 5 على لوغاريتم 8 في اللي بعد منه، لوغاريتم 8 على لوغاريتم 9
بيساوي لوغاريتم 9 على لوغاريتم 7. هنا في علامة ضرب. تمام، يلا بينا. بص كده هنا معايا، هلاقي دلوقتي اللوغاريتم 9 راح مع اللوغاريتم 9، ولوغاريتم 8 راح مع اللوغاريتم 8، ولوغاريتم 5 راح مع اللوغاريتم 5. اتبقى لي ايه كل في الكلام ده كله؟ متبقى لي لوغاريتم 49 على لوغاريتم ايه؟ 7. اهو لوغاريتم 49 ويتبقى لي في المقام لوغاريتم 7. طب احنا عارفين ان اللوغاريتم 49، ما احنا لو احنا فكينا 49 هنخليها 7 اس كام؟ 7 اس 2 على لوغاريتم 7. تمام، ما حدش يكنسل اللوغاريتم مع اللوغاريتم دلوقتي، لا. انت ايه اللي تتعمله؟ ان الاس بتاعنا اللي هو الاثنين هيروح يقف قدام اللوغاريتم، هيروح يقف قدام ايه؟ اللوغاريتم. يعني هيديني 2 لوغاريتم 7 على لوغاريتم 7. ساعتها بقى انت هتضيع اللوغاريتم 7 مع اللوغاريتم 7، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي 2. المسألة رقم 16 بيقول هنا ان الدالة دال س بيساوي ألف زائد 1 كل س زائد ب ناقص 2، وكانت الدالة س تربط كل عدد حقيقي بنفسه، عايز يوجد قيمة الألف والب. طب تمام، بص هنا كده معايا، الكلام ده معنى ايه؟ كلمة تربط كل عدد حقيقي بنفسه يعني معناها ان الدالة س اللي هي الصادات بتساوي السين. يعني ايه؟ يعني الواحد يروح للواحد، الاثنين يروح للاثنين، الثلاثة تروح للثلاثة، وهكذا الاثنين تروح للاثنين وهكذا. تمام، والثلاثة تروح للثلاثة. كلمة تربط كل عدد حقيقي بنفسه يعني الدال س بتساوي الس، دال س بتساوي الس. تمام كده. طب يلا بينا هنا مع بعض، هو مديني دال س بكام؟ مديني هنا دال س بتساوي، اكتب الكلام ده كله اهو، اكتب ايه؟ اكتب الف زائد 1 س زائد ب ناقص 2. بص كده معايا، فين هنا معامل س في السطر اللي فوق؟ معامل هنا س بواحد. طب فين هنا معامل س الف زائد 1؟ ساعتها هساوي معامل س بمعامل س، هنساوي اهو، هنساوي معامل س بمعامل س، هنساوي معاملات س. يلا بينا، من اللي فوق اخدت 1، من اللي تحت اخد ألف زائد 1، يعني اللي فيه س بيساوي اللي فيه س. يلا بينا، هنا دي موجب 1، هتعدي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى منها الألف بتساوي 1 ناقص 1 يديني إيه؟ يديني 0. تمام كده. طيب بعد ما انا مستر سويت معاملات س بس، طب وبعدين اساوي الحد المطلق، الحد اللي ما فيهوش س مع الحد هنا اللي ما فيهوش س. الله، الحد هنا ما فيهوش س اللي فوق، صح؟ المفروض مكانه ايه؟ مكانه صفر. مكانه ايه يا شباب؟ صفر. يلا بينا، يبقى انا هساوي اللي باللون الاصفر ده اللي هو الحد المطلق اللي هو اللي ما فيهوش س بالحد المطلق اللي ما فيهوش س. يبقى ساعتها هقول ايه؟ اقول ان الب ناقص 2 بيساوي 0، ومنها لما السالب 2 هتعدي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره هتبقى موجب 2، يبقى ب بتساوي ايه؟ 2. والالف هنا عندي كانت بتساوي ايه؟ 0. يبقى اختار الاجابه 0 و2، اختار الاجابه 0 و2. المساله اللي بعدها، طبعا احنا عارفين ان دي القانون الرابع. تمام كده. طب ساعتها احنا هنعمل ايه؟ تعالوا كده هنا مع بعض نفكر نفسنا بيها. نهاية س تقول للواحد، تعالى كده، س اس 7 ناقص، لازم الواحد ده ياخد نفس الاس اللي على السين اللي هو 7،
مستر، طب انا لو انا قلت 1 أس 7 هتغير في اصل المسألة؟ لا، ما 1 أس 7 هنا عندي بكام؟ بواحد، يعني انا كده كده ما اختلفتش في اي حاجة، ما غيرتش اي حاجة في المسألة. تمام، على المقام س ناقص ايه؟ س ناقص 1. فاكرين دي كنا بنحلها ازاي؟ يلا بينا. اقول ايه؟ ها، الأس اللي فوق على الأس اللي تحت اللي هنا، يبقى 7 على 1. ها، في الأساس هنا عندي 1، وأطرح الأسس، الأسس هنا عندي كام اللي على 1؟ 7. وهنا عندي الأس هنا كام؟ 1، بس ما بيتكتبش. كل الكلام ده هيطلع في الناتج في الآخر إيه؟ 7، اللي هو الاختيار رقم ب. المسألة اللي بعدها، مجموعة حل المعادلة دي بيساوي 5، هي ايه؟ سهلة جدا، هنحلها برضو بنفس الطريقة بتاعت ايه؟ تغيير الاساسات. لما انا اجي هنا اغير الاساسات او افصل الاساسات هنشتغلها ازاي؟ يلا بينا. اقول لوغاريتم س على لوغاريتم 3 في، افصل الاساس الثاني ده، يلا بينا، لوغاريتم 3 على لوغاريتم كام؟ 2. تمام، كل الكلام اللي هو قال لي بيساوي 5، ساعتها هطير المتشابه، لوغاريتم 3 راح مع لوغاريتم 3، ايه اللي اتبقى معايا هنا؟ اللي اتبقى هنا معايا هو لوغاريتم س من البسط. طب من المقام ايه اللي اتبقى معايا بس؟ لوغاريتم 2 بيساوي كام؟ بيساوي 5. طب انا ممكن ارجع دي لاصلها تاني اهي، دي اصلها ايه؟ دي اصلها لوغاريتم س للاساس 2، لوغاريتم س للاساس كام؟ 2. كل الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 5. طب انا عايز اجيب قيمه الس، سهله جدا، الس بتساوي ايه؟ اقول الاتنين ماشي قصها كام؟ القص بتاعها 5، يعني 2 أس 5 ب 32، يبقى الاختيار عندي اللي هو 32 اللي هو رقم ألف. المسألة اللي بعدها، أنا عندي مثلث وقياس زاوية ألف إلى قياس زاوية ب إلى قياس زاوية ج بتساوي 3 إلى 5 إلى 4. تمام، فإن ج شرطة تربيع إلى ألف شرطة تربيع بتساوي كام؟ احنا عارفين لما يكون احنا عندنا نسب، دي نسب يا شباب، 3 الى 5 الى 4 دي نسب، مش معناه قياس زاوية ألف ب3 ومش معناه قياس زاوية ب ب5، مش معناه قياس زاوية ج ب4. تمام، دي كلها دي نسب. احنا بنقول النسب بتاعتنا احط جنب الرقم بتاعي اي حرف من دماغي، يعني انا ممكن اقول ان قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب، احنا عارفين ان قياس زاوية ألف زائد قياس زاوية ب زائد قياس زاوية ج في أي مثلث في الدنيا بيساوي 180 درجة، صح كده؟ طب وبعدين بص كده هنا معايا، أنا أقول قياس زاوية أ مثلا ب3، بس أقول تعالى 3 س عشان أجيب قيمة س، وقياس زاوية ب ب5 بس أقول عليها 5 س، وقياس زاوية ج أقول عليها ب4 س. كل الكلام بيساوي كام درجة؟ بيساوي 180 درجة، عشان مجموع قياسات الزوايا اللي جوه المثلث لازم تطلع بكام درجة؟ ب 180 درجة. طب لو أنا جمعت هنا شباب 3 و5 8، 8 و4 12، 12 إيه؟ 12 س بيساوي كام درجة؟ 180. أقسم على رقم اللي جنب الس شمال ويمين، بمنها الس بتساوي 180 على ال 12، هتطلع بكام؟ 180 على ال 12، يبقى منها س بتساوي 15 درجة. طب أنا دلوقتي يا مستر جبت س ب 15 درجة، إيه بعد كده اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن هنجيب قيمة الألف، زاوية الألف، زاوية ألف مش إحنا قلنا ب 3 س؟ زاوية ألف أهي ب 3 س أهو، تمام كده؟ زاوية ألف ب 3 س، يعني معناها 3 في قيمة الس بكام؟ ب 15 درجة، يعني ب 45 درجة. طب
قياس بقى زاوية جيم، قياس زاوية جيم، هي جيم أخدت النسبة كام هنا؟ 4 س. يعني إيه كلمة 4 س؟ يعني الأربعة مضروبة في الس. طب قيمة الس بكام؟ إحنا جبناها ب15 درجة، يعني 4 في 15 بكام؟ ب60 درجة. طيب هو بقى بعد كده عايز إيه؟ بعد كده هو عايز النسبة جا تربيع جيم، أو جا أهو هو عايزنا جا جيم شرطة تربيع إلى ألف شرطة تربيع. تمام كده. بص هنا كده معايا، إحنا عارفين كويس قوي إن في قانون بيقول إيه؟ بيقول جيم شرطة على ألف شرطة، هو ده اللي هو عايزه. لا، هو عايز ايه؟ هو عايز جيم شرطة تربيع على ألف شرطة تربيع. طب لو احنا ربعنا الجيم شرطة تربيع على الألف شرطة تربيع، يبقى ربع الجيب، جيب بالزاوية بتاع الجيم، يبقى اقول ايه؟ جا جيم الكل أس 2، زي ما انا احط هنا 2 زي الاتنين هنا، على جا ألف الكل تربيع. تمام. طب لو انا ما كانش عايز جيم شرطه تربيع، كان عايز جيم شرطه بس، ما كنتش احط التربيع. طب لو كنت عايز الف شرطه بس، ما كنتش اقول جيم جاء الف تربيع، كنت اقول جيم جاء الف بس. تاني، لو هو كان عايز يا شباب جيم شرطه تربيع، اقول جاء جيم تربيع. طب لو هو كان عايز جيم شرطه بس، كنت اقول جا جيم بس. سهلة كده. تمام، يلا بينا نكمل. انا لسه جايب دلوقتي قيمة زاوية جيم. قيمة زاوية جيم بكام؟ ب60. يبقى اقول هنا معايا جا 60 بس كل تربيع، على انا لسه جايب دلوقتي قيمة الالف، زاوية الف هنا عندي كانت ب45، اقول جا 45 برضو الكل ايه؟ تربيع. كل الكلام ده لو احنا عملناه بالآلة هيطلع بكام؟ هيطلع 3 على الاثنين. كلمة 3 على الاثنين دي يعني معناها 3 الى 2، يبقى الاختيار عندي رقم ايه؟ رقم د، 3 الى الاثنين. المسألة اللي بعدها هنا في الشكل اللي قصاد مننا ده، بيقول لي مجموعة حل المتباينة د س أقل من ر س، يبقى أنا عندي دلوقتي دالتين. بصوا كده يا شباب، أنا عندي الدالة بتاع د س بيمثلها المقياس ده أهو، بيمثلها دالة المقياس، ودالة المقياس ليها فرعين كده أهو، اللي هي دي أهو، دي دالة المقياس اللي هي الدالة الأولانية اسمها د س. تمام. طب والدالة الثانية، الدالة الثانية اللي هي ر س بيمثلها اهو، عشان ممكن يكون الشكل مش باين قدامكم، اللي هو ر س بيمثلها الدالة الثابتة هنا اهو. حلو كده، يبقى دي الدالة بتاعة المقياس اللي هي دال س، والدالة الثابتة بيمثلها اهو كده، الدالة الثابتة بيمثلها ر س. تمام. هو عايز دلوقتي يعرف مجموعة حل المتباينة أن اختيار من دول. طب دي تتحل ازاي؟ عشان تكون الدالة د س أقل من الدالة ر س، لازم يكون فرعي دالة المقياس أقل من الدالة الثابتة. بصوا كده، بصوا كده يا شباب، الدالة بتاعت دالة المقياس بادئة من أول هنا. بصوا كده معايا أهو، بادئة من أول هنا أهو عند القلم أهو وماشية. هو قال لي ان الدالة دال اقل من الدالة اللي هي ر. تمام. يعني ايه؟ يعني هبدأ من اول هنا لحد الخط الاخضر واقف بس كده. وهو قال لي كده، قال لي ان الفرعين بتوع دالة المقياس، بصوا كده يا شباب، ده معناه ايه؟ معناها ان الرسمة بتاعة دال ما تعديش الرسمة بتاعة ر. من الاخر، الدالة، رسمة الدالة دال ما تعديش الرسمة بتاعت ر. يعني أنا آجي هنا وأبصوا كده يا شباب، آجي هنا
واقف. تاني الفرع التاني اجي هنا عند الخط الاخضر واقف، بس كده كده مش هتعديه. طب يبقى هنا لو احنا عملنا هنا كده مسقط كده اهو كده، هينزل فين هنا؟ هينزل عند الصفر. تمام. طب لو انا جيت هنا عملت هنا مسقط كده، هيجي هنا عند مين؟ هيجي هنا عند الله ايه؟ سالب اربعة، صح كده؟ تمام. طب ابقى اختار انهي فترة؟ اختار الفترة اللي هي ايه؟ سالب اربعة عشان هي الصغيرة، والصفر عشان هي اللي تكون الكبيرة. مستر دي هي كلها سالب اربعة والصفر. لا انا اختارها طبعا ايه؟ كفترة. انا اختارها كفترة ليه؟ عشان انا هاخد من اول الصفر لحد سالب اربعة كل الاعداد اللي ما بينهم هي اعداد غير منتهية. طب اختارها بقى هي فترة مغلقة ولا فترة مفتوحة؟ بص هنا كده يا شباب، الفترة هنا لو انت ركزت هنا معايا، علامة التباين هنا، علامة التباين في علامة يساوي، يعني هي مكتوبة كده علامة التباين، لو فيها هنا تحت منها أقل من أو يساوي أختارها مغلقة. طب لو أنا ما لقيتش علامة اليساوي دي خالص، شفتها كده أو شفتها كده، أختارها مفتوحة، يبقى الإجابة عندي رقم د. المسألة اللي وراها، المسألة اللي وراها فاكرين إحنا كنا هنا بنقسم البسط والمقام على أكبر أس في المقام على السين. كنا بنقسم البسط والمقام على أكبر أس على السين، بس في اللي في المقام، يعني مثلا فين المقام هنا عندي؟ 5 سين زائد 2. فين أكبر أس هنا على السين؟ أس 1. يبقى أنا هقسم البسط والمقام على سين أس 1. واحد يقول يا مستر طب أنا عندي الجذر. السين يا حبيبي لو أنت دخلتها جوه الجذر التربيعي يبقى أنت هتقسم على سين تربيع. طب تاني لو أنا عندي هقسم على سين وفجأة صادفت سين أس 3، يبقى أقسم جوه الجذر على إيه؟ على سين أس 3. سهلة كده؟ يلا بينا. يبقى أنا هقسم البسط والمقام على إيه؟ على سين، بس البسط بتاعي هيتغير الشكل بتاعه. بصوا كده أكتب أهو نهاية سين، تقول للما لا نهاية، هات بس المقام بتاعك عشان ما فيش فيه مشكلة، 5 سين زائد 2 أقسم هنا على سين وهقسم هنا على سين. طب الجذر ده بقى فيه مشكلة؟ لا هو ما فيهوش مشكلة خالص. ليه ما فيهوش مشكلة؟ علشان ساعتها الأربعة سين تربيع زائد 1 أقسم هنا على سين تربيع وأقسم هنا على سين تربيع، بس كده. تمام. علشان لما اجي اقسم على سين جوه الجذر التربيعي ادخله بالتربيع، ما ينفعش اقسم جوه الجذر التربيعي على سين. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى المساله دي فكرتها ان المقام هقسمه على سين، بس البسط اقسمه على سين تربيع. تمام كده. يلا بينا بعد كده نكمل حل المساله. ادي المقام بتاعي علشان هو ما فيهوش اي حاجه صعبه، السين راح مع السين. تمام. يبقى اقول ايه؟ 5 زائد 2 على سين زي ما هي. طب يلا بينا الجذر التربيع بقى بتاعنا بقى، يلا بينا اهو انا عندي السين تربيع راح مع السين تربيع، يتبقى لي هنا كام بس؟ يتبقى لي هنا 4 زائد ايه؟ 1 على سين تربيع. طب يلا بينا. كل الكلام ده يا شباب لما تكون النهاية بتاعتي سين تقول للمالة نهاية. تمام. يلا بينا نكمل اهو. بصوا كده يا شباب، احنا عارفين الخمسة زي ما هي، اتنين على سين، كلمة اتنين على سين اشيل السين واحط ايه؟ مالة نهاية. تمام. طب الجذر اللي فوق الأربعة زي ما هي، 1 على سين تربيع، كلمة سين تربيع يعني ما لا نهاية تربيع. طب يلا بينا نكمل. ها بيساوي ها جذر الأربعة 1 على ما لا نهاية أو 1
على ما لا نهاية تربيع أو واحد على أي عدد على ما لا نهاية يديني صفر. خمسة بالمقام زائد كام؟ اتنين على ما لا نهاية، أي عدد على ما لا نهاية بيديني برضو صفر. طب كل المسألة دي في الآخر هتطلع بكام؟ بصوا كده معايا، انت سهلة جدا وانت هتحسبها لوحدك يعني. اهو بصوا كده، جذر الاربعة اتنين مظبوط على الخمسة، يبقى الناتج هيديني كام؟ يديني اتنين على خمسة. تمام. المسألة اللي وراها اخر مسألة هنا معانا، بيقول لي الدالة س بتساوي ج س على س، هي دالة نوعها ايه؟ طب تعالى كده عشان اشوف الدالة نوعها ايه، أول حاجة هشيل كل س وتحط مكانها إيه؟ سالب س. أقول هنا كده معايا دالة سالب س بتساوي إيه يا شباب؟ يلا بينا. جا سالب س على إيه؟ سالب س. تمام. إحنا عارفين إن الجا سالب س بتساوي سالب جا س. على اللي عايز يفهم ويفتكر كده معايا إن كلمة جا سالب س يعني موجودة في الربع الرابع، والجا أساسا مش موجودة في الربع الرابع، يبقى هنخلي السالب بره. تمام كده؟ طب لو أنا كنت قلت لك جتا سالب س هتبقى موجب جتا س، عشان الجتا موجودة في الربع الرابع. طب لو أنا قلت جا سالب س هتبقى سالب جا س. طب لو أنا قلت ظا سالب س هتبقى سالب ظا س. الوحيدة اللي أنا لو شفتها بتاكل إشارة السالب اللي هي الجتا إيه؟ الجتا سالب س تديني جتا س، جتا سالب س تديني س. طب المقام هنا عندي تحت نكمل سالب س، طبعا السالب هيروح مع السالب، أهو السالب ده هيروح مع السالب ده أهو، فترجع الدالة الأصلية يا شباب اللي هي دالة سالب س هترجع هي الدالة الأصلية اللي هي ايه؟ اللي هي جا س على س بعد لما انا شلت السوالف، يبقى الدالة دي ايه؟ زوجية.